تذهب هذه الأموال إلى الميليشيات أو لا تستخدم هذه الأموال في جلب الأسلحة لتقتيل الليبيين، بل ستوزع بالتساوي على المدن والمناطق الليبية. هذه الخطوة يعني تحذر، أو في نفس الوقت تعجزت النظر، تحذر من إعادة إقفال الحقول النفطية في حالة وصول أي دولار من هذه الأموال التي هي من حق كل أبناء الشعب الليبي، والتي يجب أن تستثمر في التنمية المكانية والبشرية لأبناء الشعب الليبي.